خلونا دلوقتي نبدا مع بعض باهم الاخبار اللي معانا، واللي ابرزها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الاكاديميه العسكريه، وتحدث سيادته خلال الزياره في عدد من الموضوعات والملفات المهمه، وقال ان الدوله بتعمل على تخفيف اثار الازمه الاقتصاديه المستمره منذ 3 سنوات. كمان امبارح ايضا تقدم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازه والده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مسجد المشير طنطاوي بالقاهره الجديده. ربنا يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلام. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لحضراتكم. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية والتقى بطلابها وتناول معهم وجبة الإفطار، وقال سيادته لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنا مطمن عليكم وبقول لكم مزيد من الجهد والعمل والتدريب، ده لمصلحة بلدنا، ومهم إني أطمنكم على الوضع، متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر، وقلت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين، بنتكلم في 2 سنين وباء كوفيد-19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر، وصمدنا بفضل الله. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وقدم سيادته خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار اللي نفت هذه الشائعات وأكدت أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة ولا تمت للواقع بأي صلة. امبارح وصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، وتم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من بعثة القرعة لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.